سنوات من الجهد والكفاح عاشتها الدولة المصرية في العقد الأخير، تحملت خلاله الصعاب واجتازت العقبات لكي تنجح في الوصول إلى حياة كريمة تليق بالمصريين. من أجل ذلك الهدف وتلك الغاية، وضعت القيادة السياسية تحسين حياة المواطن المصري بجميع فئاته نصب أعينها من خلال نقلات نوعية في نمط حياته بالعديد من المبادرات. ففي خطوة غير مسبوقة أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإنعاش الاقتصاد المصري في عام 2014، وهي صندوق تحيا مصر، صندوق ذو شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء برعاية رئيس الجمهورية، والذي أثمر عن العديد من المبادرات الداعمة للاقتصاد والبنى التحتية للدولة والمشروعات الاجتماعية والصحية، وتغلغل في كل مناحي الحياة كطوق نجاة سريع تم إلقاؤه للاقتصاد المصري الذي كان يعاني بعد عام 2011. ولأن بناء الإنسان عنوانها، جاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطن الريف المصري، وذلك في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، لتتخطى التكلفة الإجمالية للمشروع بمراحله الثلاثة أكثر من 1 تريليون جنيه. وفي الإطار ذاته جاءت مبادرة تكافل وكرامة التي عمدت إلى التدخل المباشر والسريع عن طريق تقديم المساعدات النقدية المشروطة للفئات الأكثر احتياجا، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لها القدرة على العمل والإنتاج، مثل كبار السن 65 عاما فأكثر أو ممن هم لديهم عجز كلي أو إعاقة. كما اهتمت الدولة اهتماما غير مسبوق بصحة المواطن المصري التي تعتبر حجر الزاوية في أي تقدم تصبو إليه الدول النامية، فكانت مبادرة 100 مليون صحة التي حملت تعداد مصر في عنوانها وتتضمن العشرات من المبادرات الصحية. البداية كانت بمبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والتي لاقت إشادة منظمة الصحة العالمية، ثم تابعتها مبادرات عديدة لتحسين صحة المرأة والطفل وصولا لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار. ولأنهم جزء أصيل من نسيج المجتمع، جاءت مبادرة دمج تمكين مشاركة التي انطلقت عام 2016 لدعم ذوي الهمم وتمكينهم من العمل والتعليم والحياة وتسهيل حركاتهم وتعاملاتهم داخل المجتمع. مبادرات عدة وجهود لا تحصى أطلقتها القيادة السياسية كفكرة، وسخرت من أجلها كافة مؤسسات الدولة بل والمجتمع بكل فئاته، لتتحول دعوة التشارك لفعل يشهد له القاسي والداني ويطرق في نفوس المصريين أثرا ينشد حب الوطن.